الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واو، مرة ثانية، مساء الخير. تعلمون ما هذا؟ ها؟ إنه هو البرشومي. لا 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 لا. الرومان يقولون إنه هو رفيق القلب. هل هذا صحيح؟ لا أدري، سأجرب ذلك. يقولون إنه هو مفيد للقلب وللشريان. ابحثوا عنه. سأجربه. أول مرة أجرب حبيبات الرمان. إنه هو شاهي يا إلهي، يذكرني بحبيبات الشاي. انهض أيها القلب، استيقظ، لقد أتى رفيقك. إن أكله ممل، لذيذ ولكن أكله ممل. لا بأس، سأكله بطريقتي الخاصة، إنها طريقة أكل الخيول. أتوقع هذا أفضل. يا إلهي، أصبحت خيل. إنه بالفعل رفيق القلب. أشعر بالعطش. الماء ساخن. لا تنسوا ذلك، ابحثوا عن الرمان. وداعا، إلى اللقاء. مساء الخير، مرحبا بكم. ما رأيكم بهذا الصيد؟ هل هو يكفي مائدتي أم لا؟ سأجرب ذلك. سألتهمها بريشها يا إلهي. إن أمواج البحر تتحدث معي، تقول أول مرة نرى رجل برية لا يهاب البحر. يا لك من بحر، لقد أحببت. من الآن وصاعدا ستصبح صديقي. وداعا إلى اللقاء.
صباح الخير ومساء الخير يا للروعة. رجل البرية يتمتع بالسباحة يا للروعة. إنه حمام شمسي. سأتناول بعض المشروب، إنه مشروب غير طبيعي يا إلهي. من يأتي لكي يغطس معي بهذا المياه؟ من يريد أن يأتي؟ سأنتظركم. أعرفكم على شقيقي الأصغر، انظروا إلى أسنانه، إنه هو يأكل السمك. بكافية، بل بحجم شجرة أيضا لا تكفي. حجم جبل. أحسن. لقد أحببتكم بحجم جبل، أعتقد هذا كافيا. أعرفكم بنفسي، إنني أدعى برجل البرية. بعض البشر يقولون إنك رجل غير طبيعي. لا 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 لا. إنما يقولون عني ليس بصحيح، بل إنني رجل برية عادي كأي رجل. لقد حان رحيلي، أتمنى أن ما أقدمه لكم أن الشكر للخالق. مرحبا بجميع من اسمه واسط هاتفي. إنني أعجز عن وصف حبي بقدومكم. لقد أحببتكم بمقدار حجمي هكذا. لا لا، ليس بكافية. سأرتاح بهذا المكان حتى منتصف الليل، ثم سأغادر المدينة. ودا. إنه سيطير بعد قليل. يا إلهي. لمعرفة مستوى الماء داخل الزير تضرب هكذا. الماء. أين الماء؟ أين الماء؟ يا إلهي، إنه بالمنتصف. سأريكم ذلك. انظروا. واو، لقد أخفض. واو، مساء الخير، مرحبا بكم. إنني أقود مركبتي المتواضعة، إنها من طراز تويوتا. أريد أن أخبركم بشيء. عندما أنظر إلى وجهي وسط كاميرا الهاتف أشعر بالضحك، لماذا لا أدري. ما الفرق بين الطبيعة والهاتف؟ حسنا، هكذا. عندما يتوفر لها الماء والحبوب لا تستهينوا بذلك، اجعلوها صدقة لكم ولأمواتكم. محدثكم رجل البرية المملكة. خلاص أيها القوم، سأغادر المنطقة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نصيحة لكل من يراني. أيام الصيف الشمس حارقة جدا، درجة الحرارة
تصل إلى 47، يكاد الصخر يذوب منها. كيف بالطيور؟ انظروا إلى هذا، لقد أتى به صديقي من المدينة، قيمته 10 نقود، عندما تدفعها لن تضرك بأي شيء، تسقي الطيور منها، بل ستنال الأجر والثواب بإذن الله. ومثلها للحبوب، دعوا طيور مدينتكم تغرد بالفرح. السلام عليكم، لقد أتيت إلى هذه القرية لكي أتمتع بكرة القدم، إنها اللعبة المفضلة لدي. منذ الصغر لقد أصبحت لاعب كرة مشهور. عليكم السلام. مرحبا بك. كيف الحال أيها الغلام؟ من أين أتيت أيها الغلام؟ أتيت من البرية. يا ما شاء الله، هل هناك أشياء كثيرة في البرية؟ نعم، يوجد فيها الظباء والضباع. يا إلهي، هل أكلت من الضباع والذئاب؟ الكثير. يا ما شاء الله، هل هناك سكن خاص لك في البرية؟ البرية كلها سكن لي. ما شاء الله ما شاء الله. من ليلة صاد الطير فوق الجمر لكي يشويه بدلا من الضباع. ليلة سعيدة. انظروا ماذا فعلت بهذا الطائر، ساضعه وسط معدتي لكي يرتاح. سأتذوق بعض الفاكهة. إنني أشعر بالعطش، الجو حار. إنه ماء من الوادي. إنه عمل شاق، سأنتظر الضابع لكي يأتي. لقد نزل الليل وذهبت الشمس. يا إلهي، إنني أسمع بصوت، سأرتدي القفاز لكي أتفقد فخ. إن الفخ الذي صنعته للضابع لقد اصطاد طير مهاجر. يا له من فخ. المكان الذي متواجد فيه ليس فيه ضباع أبدا، سأبحث عن مكان يتكاثر فيه الضباع لكي أستمتع. إن القمر كامل هذه الليلة، يا لها من ليلة. مساء الخير، مرحبا بكم، لقد اشتقت إليكم. معذرة عن التأخير، إنني كنت مشغولا داخل البرية أصنع فخا لبعض الضباع. عندما تغيب الشمس سيأتي الضبع لكي يشرب الماء. أعتقد إن الماء كافي، سأضع حلقة لكي يتمكن من الضرب. بضع ساعات وسيأتي الضبع. لقد ابتعدت عن الفخ 53 قدما تقريبا. ابو بندقية يا مره سهل، لكن بيع هذا ولا تبيع، انا اجيبك رجل بريء يعطيك حراره، انت تعرف ورقه اي عارف اللي عليه. ابشر انا اجيبه لك. تجيبه لي؟ اجيبه لك، بس خلها منها حالة. يا هلا يا هلا ابو عكاش، هلا بالحراره ابو عكاش. يا هلا يا هلا ابو الحراره.
مرحبا بك يا الرجل. يا هلا. السلام عليكم يا حاج. هذا رجل البرية والحراسة عندي. تقول الطول. لقد وصلتني رسالتك من هذا الرجل.